بسم الله والحمد لله. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا كريم. أحنا قلنا مش قاربوا بإذن الله وبركاته آيتين أو ثلاثة في آخر سورة الأحقاف، وقلنا الأحقاف في جنوب شبه الجزيرة العربية بين واقعة بين عمان وحضرموت، والله أعلم. هذه الرواية اللي حصلت عنده. يقول مولانا في آية 31 من هذه السورة الكريمة: ومن لا يجب داعي الله، ما ورفض بسكم بالمؤمن بمحمد عليه الصلاة والتسليم، والكرب معاكم رب. حطي بالك، معروف تاريخهم الأسود، تاريخ الجاهلين المتكبرين المجرمين الدمويين الأنانيين، نفق فيهم إبليس اللعين وتيمج، وأنتم نفس الشيء. ومن لا يجب داعي الله سلوي كينو ريبون با أو بروفيت كي كونفي les humains et les djinns à suivre la voie divine. قال ربي ومن لا يجب داعي الله. إذا كنت من نوع هذا من الفصيلة هذه من العصابة هذه، شنو اللي نجم نصفوك به؟ مالا لكل كائن له أوصافه. Peut-être à ses caractéristiques. Dieu, l'être suprême, avec un grand T et un grand S, il a les plus beaux attributs. Là-haut, Asma al-Husna. Là-haut, Kamel al-Awsaf. La yanqusu al-Mawla, wasf min wasf al-Jalal, wal-Jamal, wa-wa-wa, wa-salam, alayna, ala Muhammad, alayhi salatu, wa-salam.